السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نور 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 بكم. ايوه وصل عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله بالشيخ. الله يحييك. كيف طيب؟ ما شاء الله، غشت اليوم غشت، ما شاء الله. كيف حالك يا شيخ؟ أنا بخير الحمد لله، أنت كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أنا صايم؟ أحبك في الله يا شيخ. أكيد صايم. الحين صايم في الليل؟ إيش فيك؟ لا كنت صايم والآن أفطرت. ايوه احنا افطر يعني، ويصير تصوم في الليل، هذه تصوم الوصال. زين، احبك الله الذي احببتني لاجله. قبل قليل انتهيت من صلاة التراويح. ما شاء الله، انت تصلي في يوم امام؟ ايه ما شاء الله، نعم تصلي في والدك ووالدك واخوتك؟ نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. زين، اي سورة نقرأ؟ اليوم ايه من البقرة، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. يلا، انت قلت لهم بيقرأ نفس السديس؟ نعم سأقرأ بالسديس وسأقرأ بصوت الشيخ محمد البراك. ما شاء الله، السديس بعد طبقة جواب ترى مرتفعة. أنا دائما أبيك ترتاح في القراءة، أنت ما شاء الله لا لا تختار عالي ما تتعب؟ نعم أكيد، الجواب تتعب. ولكن إذا سمحت لي الشيخ السديس سأقرأ أول شيء الفاتحة وثم سأكمل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. طيب لا بس ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا. يلا ابدأ. ألم ترى؟ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق
وانا نعم الواصل واصل نعم ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فإنه مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله يتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي
يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ما شاء الله. شنو تشرب انت الحين؟ شنو شربت؟ هذا بابونج. شوفه ارفعه خلي يشوفونه يشوفونه المشاهدين. ترى هو يشرب باليمين ها بس الكاميرا تعكس صح؟ نعم. اذا انا انت تطلع عندي في الصوره كانك تشرب باليسار. فانا نبي وانا بعد اطلع كان يشرب باليسار. هو الكاميرا تعكس. هذه هي يمين. الكاميرا ايوه الكاميرا تعكس. هذه يعني البابونج هذا لو يشرب واحد ساخن دافي ولا بارد؟ لا ساخن. يعني لو واحد يشرب بابونج يصير صوته نفس السوديس؟ ها؟ والله لا بس هو مفيد عشان الصوت. أمس شربت ماء يعني لو أمس يشرب سم أحمد أيوب ولا حذيفي وبابونج يصير سوديس؟ يشرب شاي يشرب شاي كرك يصير صوت يسمونه عبد الباسط عبد الصمد؟ هذه يحب المواهب يعني كل واحد عنده صوت بس فعلا دائما الشرب الدافي والساخن يديح الاحبال الصوتيه فبينهم منهم من يشرب بابونج من يشرب ينسون طيب من يشرب زعتر يعني وهكذا لكن لا ما له علاقه بتحسين الصوت ابدا يعني لا تحاول اذا صوتك مضروب والله لو تشرب التزام ما يتعدل الصوت فهذه مواهب وقدرات صحيح طيب اي نعم بتواصل الان الان نعم ان شاء الله ساقرا بصوت الشيخ محمد البراك يلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم إذن لحظة من لحظة علي ابدأ بالفاتحة بعد ابدأ بالفاتحة نفس الطريقة مال السدس ابدأ الفاتحة زين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم شلون يبدا كذا الحمد لله هو البراك إيه؟ كيف يبدا الفاتحه قول مره ثانيه الحمد لله رب العالمين انا سمعت انا سمعت غير علي علي مستن ماشي لحظه انا سمعت توال ثاني طريقه ثانيه يقرا يوقف على الألف واللام الحمد لله كذي عرفت يقرأ كذي الحمد لله إيه قول الحمد لله رب العالمين أيوة أنا سمعت كذي أتذكر كذي الرحمن الرحيم
هكذا. يلا اي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كذي اذكر يعني قديما سمعت له يقرب هالطريقه. يلا مو مشكله لا أو مشاحه في المصطلح عندها ها طرق، عندها يمكن عندك طريقة طرق ثانية. اي يلا يلا ابدا ابدا حتى ندرك الوقت. الحمد لله رب لا معلش يلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يلا الآن كمل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ما شاء الله. واصل. أبشر. واحد وإذ يقول قال علي علي واحد يقول نعم. سارة سارة الظاهر سارة يمكن بنت هذه أو ولد ما أدري اسم يقول مصري مرة من هنا يقول يا ريت تجعل نفسك صوت خاص بك عندك موهبة. أنا قلت قبل ذلك يعني إذا كان واحد صغير في مثل عمر علي جيد أنه يحاكي مجموعة من القراء يعني أنا يا شيخ نصحني من؟ أنا جلست مع الشيخ ياسر في المكتبة الشيخ ياسر الدوسري ونصحني نصيحة الشيخ ياسر الدوسري؟ نعم قال لي الشيخ ياسر الدوسري أخبرني بأنه كان يقلد المشايخ كان يقلد عدة المشايخ أخبرني بأنه من التقليد يعني عندما أقلد فهذه يعني عندما أكبر يعني يظهر صوت جديد يعني من التقليد. طيب هذا ما قلته له هذا ما قلته لك انا في لقائنا يمكن الاول او الثاني وهذا ولهذا انا ارد على من يقول انه يكون له صوت خاص. هو الان علي ابني علي هو حاليا في مرحله الصغر فبالعكس المحاكاه في المرحله مهمه جدا بحيث يحاكي قراء الحرمين قراء الخليج قراء الشام قراء مصر.
طيب فالمحاكاة هذه نوع من التدريب وتمرين الصوت وتحريك الأحبال الصوتية والمرور بكل الطبقات، فهذا شيء جيد له إلى أن يكبر. خلاص بعد ذلك إذا كبر وخذ له خبرة في هذه، فإن شاء الله يكون له لون خاص وطريقة خاصة في القراءة إن شاء الله. تمام؟ إن شاء الله. يعني هذا التقليد حاليا في المرحلة مهمة جدا، بالعكس هذا تدريب، يعني تعتبر مرحلة تدريب. طيب زين، الآن تواصل ولا تقرأ تحاكي شيخا آخر؟ أي شيء يلا، يا شيخ. عندنا 5 دقائق، يلا اقرأ نفس ياسر الدوسري ما دام أتيت على اسمه. أبشر. علي جابر، تعرف علي جابر؟ تقرأ نفس علي جابر؟ إيه نعم أعرفه. زين، أنت اليوم اقرأ ياسر الدوسري وبكرة نقرأ، ولا اقرأ نفس، ها؟ بصوت علي جابر. سأقرأ لك الفاتحة بصوت علي جابر. طيب يلا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. وتكمل إن شاء الله غدا بنفس غدا طيب. طيب تقرأ نفس الدوسري الآن؟ نعم بنت الشيخ ياسر. يلا. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. تبارك الله، جزاك الله تعالى خيرا يا ابني علي، بارك الله فيك. والله الله يبارك فيك. عاد بكره توف، بكره جي ينسون ها؟ كان امك تسوي لك ينسون.
سوركنسون بإذن الله. كوبلك. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك، حياك الله، سعدنا بك. عندي مقترح ابن أنا علي، أسعد. عندي لك مقترح. تفضل يا شيخ. انت تصلي بي اماما، يوم من الايام صور لقناتك في الانستغرام مقطع، حط تليفون عليك وانت تصلي بهم اماما، مقطع قصير حتى لو ركعتين، ونزل في الانستغرام، حرك حساب في الانستغرام، حط من صلاة التراويح في بيتي، ما رأيك؟ بإذن الله طيب إن شاء الله. يعني على الأقل تصلي فيهم ركعتين وتصور ركعتين، طيب، وتضع الكاميرا بطريقة أنه يعني تظهر أنت، ويمكن اللي وراك إخوانك إذا ما حبوا يظهروا لا يظهروا، فممكن تخلي الكاميرا على جنب بإذن وتضبط الله. المايك، تضبط المايك على شيء معين أو على شيء وتحرك. عندك قناة في اليوتيوب؟ إيه نعم، عندي قناة في اليوتيوب. تنزل فيها كل يوم ولا كل سنة؟ والله ما أدري صراحة، أخوي هو اللي نزل لي. لا، لازم تنشط قناتك، وانا لازم اتواصل، انا شوي مشغول في رمضان، لكن بعد رمضان لازم اتواصل معك مع وإن شاء الله في اخوانك. مقاطع سجلتها وإن شاء الله سأنشرها أخوي. تسوي مقاطع، تنزل في انستغرام، وتحرك الانستغرام، وتحرك اليوتيوب ضروري، والفيسبوك كذلك، تمام؟ بإذن الله. نسوي لك تمام، خطة إن شاء الله، نعمل لك خطة بإذن الله. جزاك الله كل خير يا شيخ. الله إن شاء الله، الله يبارك فيك، حياك الله، حياك الله، نراكم على خير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنتم كذلك، نراكم على خير. يا جماعة اعذروني، أمس كان ما عندي مطعنس على درس الشمال المحمدي، أنا عندي جوال واحد استخدمته في اليوتيوب. طيب، فاليوم إن شاء الله نحاول نكون موجودين في انستغرام بعد قليل إن شاء الله، 10 دقائق ربع ساعة طالعين على الهواء في انستغرام وفي اليوتيوب، ونواصل درس الشمائل. طيب، يلا حياكم الله. يقول والله فكرة، يقصد شنو والله فكرة؟ فكرة في شنو يعني فكرة؟ يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلقاكم بعد قليل.